امام نفط الوسط لطه ياسين الخنيسي، واليوم بيسجل هدفي اللقاء، النهارده الهدف الثاني ليه في اللقاء وفي البطوله، ويعني بيكافئ. شوف امامنا ولا اجمل شيب باص معمول زي ما الكتاب بيقول، فيها تسلل ما فيهاش تسلل، فيها كلام الحقيقه، فيها كلام. ادي طه الخنيسي ومررها كلهم على خط واحد، كملها وخلصها. طبعا بدر انيس هنا امامنا في لقطه الهدف الثاني، حطها حلوه، ولو كان سابها لفخر الدين بن يوسف كان خلصها، قلت هيبقى فيها اكثر خطوره على مرمى فريق نادي المريخ. نشوف الاستلام، استلام الكره الاولى، يا ولد يا ولد يا ولد. فخر الدين بن يوسف تحرر من المراقبه.